نفى مسؤول مغربي الثلاثاء تأجيل أو سحب مشروعي قانونين من البرلمان حول حدود المياه الإقليمية التي تشمل إقليم الصحراء. جاء ذلك بعد رفض الحزب الحاكم في إسبانيا وجبهة البوليساريو لمشروعي القانونين اللذين بموجبهما تبسط المملكة المغربية سيادتها على مياه الإقليمية في الساحل المتوسطي والأطلسي. وقال مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية لوكالة الأناضول التركية مفضلا عدم ذكر اسمه إن هذين القانونين قيد الدراسة بمجلس النواب، وبعد المصادقة عليهما ستتم إحالتهما إلى مجلس المستشارين للمصادقة عليهما أيضا. وفي 17 من الشهر الجاري أعلن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة عزم المملكة بسط سيادته على المجال البحري ليمتد حتى أقصى الجنوب ليشمل المياه الإقليمية للصحراء، وجاء ذلك خلال تقديمه لمشروعي القانونين أمام أعضاء اللجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب. وقال بوريطة خلال المصادقة على المشروعين بلجنة الخارجية إن المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحرية عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين. وأضاف الوزير: سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري لنؤكد بشكل واقعي بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري محسومة بالقانون. واعتبر بوريطة حينها إقرار التشريعين القانونيين الجديدين عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا. وفي حالة مصادقة البرلمان بغرفتي على مشروعي القانونين سينشران بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وأثار هذا القرار ردود فعل من إسبانيا، حيث أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم رفضه للقرار المغربي في بيان نشره على موقعه الرسمي. وقال الحزب إن ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لحدود الكناري ولمدينتي سبتة ومليليا ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك. تزامنا مع توجه المغرب لترسيم حدوده في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية عبر مشروعي قانونين سيعرضان قريبا للمصادقة في جلسة تشريعية عامة في مجلس النواب، نشرت القوات الجوية الإسبانية طائرات F-18 قبالة السواحل جزر الكناري. ولا يعرف إلى حدود اللحظة سبب نشر الطائرات الحربية الإسبانية في هذا التوقيت فوق البحر في جزر الكناري، لكن هناك من ربط ذلك بالقرار الذي اتخذه البرلمان المغربي بشروعه في رسم الحدود المائية للمملكة، وهي الخطوة التي تتوجس منها إسبانيا ويرفضها أغلب الأحزاب السياسية في إسبانيا. ونقلت مصادر إسبانية أنه تزامنا مع التصويت المغربي بشأن قانون قد يهدد السيادة الإسبانية في مياه جزر الكناري، أصدرت القوات الجوية الإسبانية شريط فيديو يظهر مقاتلة من طراز F-18 وهي تحلق فوق السواحل هذه الجزر. ويسعى المغرب إلى رسم حدود المياه التي يعتبر خاصة بها في مشروعين يمكن أن يتصادما مع سيادة الدول المجاورة خاصة موريتانيا وإسبانيا فيما يتعلق بجزر الكناري. ولم تتم الموافقة على القانونين بعد، لكنهما أثارا غضب رئيس جزر الكناري الاشتراكي فيكتور توريس الذي صرح بأن السلطة التنفيذية الإقليمية وحكومة إسبانيا ستواجهان أي مساس بالسيادة الإسبانية. وأوردت المعطيات الإسبانية أن الطائرات الحربية انطلقت من قاعدة جاندو المتواجدة في جزر الكناري. وقال فيكتور توريس إن إسبانيا لن تسامح إذا مس المغرب ميلا واحدا من مياه بحر الكناري. وشرعت وسائل إعلام إسبانية في استعراض نقاط قوة الطائرة الإسبانية F-18 مقارنة بنظيرتها F-16 المغربية. وكتبت صحيفة الكونفيدنسيال أن الطائرة الأمريكية التي استحوذ عليها المغرب قد تجاوزت تقنيات F-18 الإسبانية. على سبيل المثال، تملك الطائرة المغربية راداراً يصل مداه إلى 300 كيلومتر مقارنة ب 150 بالنسبة للطائرة الإسبانية. كما تمتلك طائرات F-16 المغربية صواريخ رائدة ذات وقيات أكثر وأفضل مع قدر أكبر من المناورة، وهو ما يجعلها أفضل بكثير من طائرات F-18 التابعة للقوات الجوية الإسبانية.
ويأتي تحرك المغرب لرسم حدوده لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملائمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الجويرة. وسبق لترسيم المياه الإقليمية أن أثارت جدلا بين المملكتين المغربية والإسبانية حين احتجت الرباط على مبادرة مدريد سنة 2015 بشكل أحادي بوضع طلب لدى منظمة الأمم المتحدة لترسيم مياهها الإقليمية. وعلى الرغم من اتجاه المغرب إلى المصادقة على هذين القانونين، فقد أبدت الرباط استعدادها للتفاوض مع الدول المعنية بخطة ترسيم مياهها الإقليمية عبر فتح باب الحوار مع إسبانيا وموريتانيا بهدف التحديد الدقيق لمجالاتها البحرية معهما. وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أبلغ البرلمانيين خلال مناقشة هذين النصين أن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، مؤشرا إلى أن عمق هذه الخطوة هو حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا على مستوى ترابه كما على المستوى الجيوسياسي للمنطقة. على هامش المؤتمر 15 للبوليساريو وجه إبراهيم غالي تهديدات مبطنة إلى الحكام الجدد في نواكشوط متهما إياهم بالانحياز للمغرب وبالتلويح بفزاعة زعزعة الاستقرار التي قد تكون موريتانيا أولى ضحاياها. وفيما يلي التفاصيل، يبدو أن رئيس البوليساريو إبراهيم غالي يكن عداء لموريتانيا والحكام الجدد في نواكشوط على وجه الخصوص، هذا ما يبدو على الأقل من تصريحاته على هامش مؤتمر البوليساريو 15 الذي نظم في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 دجنبر 2019 في منطقة تفاريسي. بمجرد تجديد انتخابه لولاية ثانية على رأس الجبل الانفصالية التي تحرك خيوطها الجزائر، بدأ في توجيه تهديدات مبطنة تبعث على السخرية تجاه موريتانيا، ملوحا بفزاعة زعزعة الاستقرار التي من شأنها أن تستهدف أولا الدولة الموريتانية والشعب الموريتاني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التهديد المبطن لم يصدر قط خلال فترة حكم محمد عبد العزيز الذي كانت علاقاته مع المغرب منذ أن وصل إلى السلطة في عام 2008 صعبة إلى حد ما لكونه كان يلعب لعبة الجزائر وجبهة البوليساريو. غير أن الأمر لا يبدو كذلك مع الرئيس الموريتاني الجديد محمد ود الغزواني ووزير الخارجية الجديد إسماعيل ود الشيخ أحمد، الذي يبدو أن جريمته كانت بكل بساطة هو أن يكون لموريتانيا دور أكبر من أجل إخراج الصراع المصطنع من المأزق الحالي الذي تفرضه الجزائر، حتى لا نقول عصابة الرابوني التي هي أيضا من أكبر المستفيدين من استمرار هذا النزاع بنهبها لأموال المساعدات الإنسانية ورهن ماض وحاضر ومستقبل ساكنة محتجزة لمدة تفوق عن 44 سنة في جحيم المخيمات. إن التهديد الذي وجهه رئيس جبهة البوليساريو لموريتانيا ليس أمرا عاديا، إنه يؤشر على انزعاج القيادة الانفصالية من حكام نواكشوط. هذه القيادة تبدو اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى سواء داخليا أو دوليا، لقد أصبحت توجد بين مطرقة انتفاضة الساكنة المحتجزة في تندوف وسندان الضربات المتوالية التي تلقتها خلال عام 2019 على الصعيد الدولي. أفاد مصدر شديد الاطلاع بأن السفير الروسي بالرباط فاليريان شوفايين حل بمدينة طرفاية في إطار زيارة التقى خلالها عامل إقليم طرفاية محمد حميمة. واستنادا إلى ذات المصادر، فقد قام السفير الروسي بزيارة متحف أنطوان دويانت وعقد لقاء خاص مع عامل إقليم طرفاية تناول خلالها الجانبان أفاق التعاون الإقليمي الروسي المغربية. وتأتي هذه الزيارة للسفير الروسي في إطار العلاقات الروسية المغربية، كما أن العلاقات بين البلدين تتسم منذ سنوات بالجودة خاصة فيما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، حيث سبق لروسيا أن أعلنت عن دعمها للتوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، رافضة الانخراط في أي مبادرات تخرج عن هذا الإطار وهو الموقف الذي أغضب الجزائر والبوليساريو.